عليكم التحيات لجميع متابعي القناة العائلة الغرباء، مرحبا بكم. اليوم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نتكلموا على واحد السؤال مهم بزاف بالنسبة للناس اللي عندهم عقود العمل الموسمية وعقود العمل الدائمة. السؤال هو كالتالي: الباترون ديالي ما بقاش باغيني، شنو خصني ندير؟ باش نجاوبكم على هذا السؤال هذا، فيه جوج انواع. ديجا كنتكلم على النوع الاول اللي كيكون الباترون ديالو مازال ما جابوش لفرنسا، يعني مازال عاد دافع كونطرا، واحد لقيت هذاك السيد لقى واحد اخر ما بقاش باغيك انت، كيصيفط لك ميساج كيقول لك ما بقيتش باغي. ثم النوع الثاني هما اللي كيكونوا جاوا من فرنسا، فاذا بهم كيتصدموا على الباترون ما بقاش باغي يخدمهم، او لا ما بقاش باغي زعما كاين يقاد لهم الورقات اكسيتيرا، ما بقاش باغي كيسمح فيه، كيقولوا سير دبر راسك. دونك هنا غنعطوني شويه الوقيت وغنمشيو حاله بحاله ولا كاب باغ كا. غادي نبدا باول حاله، هما الناس اللي مازال ما جاوش لفرنسا والباترون سمح فيهم. الوغ يعني كيف ما بغات تكون عندك هاد الكونطرا هادي موسميه ولا دائمه، كيف ما بغات تكون، يعني كاين بزاف ديال الانواع ديال الكونطرات، بحال بحال تكون الاجابه. الوغ الباترون ديالي ما بقاش باغي يجيبني، شنو خصني ندير؟ واش عنده الحق انه ما يجيبنيش، يعني يسمح فيا؟ واش هاد التعامل فهو منطقي او لا قانوني؟ زعما ماشي مشكل. الاجابه فهي كالتالي، يعني باش من ما يجيش واحد اخر يجي يخربق لكم راتكم، فهو عنده الحق او لا كل الصلاحيه انه يانو لي الكونطرا. دونك ما كاين حتى شي مشكل، ما يمكنليش شي واحد يجي يقول لي حق قادر المحامي باش انك حق تشوف معاه لانه قال لك غادي نجيبك. لا، هذه دي ما كايناش، واخا درت معاك كونطرا ما بقاش باغيك، ما جيتي زعما بغي انوليها، دونك ما كاين حتى شي مشكل، ما كاين حتى شي حاجه اللي انك تقدر تقول له جيبني بالسيف لي. هذه النقطه عافاكم ديروها في بالكم مزيان. دي فوا لي باترون كيكونوا شويه ماشي نقول كوانب، ما عندهمش الوقت، ملي كيقول لك انا ما بقيتش باغيك ما كيصيفطش لوفي انه انولي الكونطرا، ما كيصيفطليهمش صافي، كيقول ما بقيتش باغيك دبر راسك. لوفي ما كتوصل، يعني ما كتعرفش، دونك انت ممكن انك انت توصل بالرونديفو. شنو خصني ندير في هاد الحاله هادي؟ اللي خصني ندير هو انني كنكمل عادي، كان الباترون ديالي ما قال لي حتى حاجه، عاد لي بان مزيان. لان الا مشيتي قلتي لهم الباترون ديالك ما بقاش باغي، في هاد الحاله هادي كيفاش زعما كتجني على راسك، يعني سي بون ما بقاتش كونطرا. دونك انت دير راسك ما راسك ما يتعاود وتوكل على الله. راه بزاف ديال الناس اللي الباترون ديالهم ما بقاش باغيهم ووصلهم الرونديفو وربي سخر لهم، راهم في فرنسا مشاو خدموا في بلاصه اخرى ودبروا على راسهم، كاين اللي تزوج كاين اكسيتيرا، الحمد لله الناس خدامه على راسهم. يعني ماشي الباترون انولا كونطرا صافي تتخلع، ولا قال لك حق ما بقيتش باغيك تخلع وتدهشر، ما عندك ما دير، دير الله فقط، غتسنى تشوف ربما توصل بالرونديفو ولا توصلتي به هذاك الشيء اللي بغينا، تبت لي مزيان وقول لهم اه الباترون مازال باغيني، وكنتسنى الموعد. فوالا غدوز الامور مزيان، دو ورقاتك مزيان وما يكون خير خير ان شاء الله. هذا فيما يخص الفئه الاولى. الفئه الثانيه اللي هما كيجوا هنا لفرنسا، فاذا بهم كيتصدموا ان المشغل ديالهم ما بقاش باغيهم، المشغل ديالك يعني زوقك. هنا عاوتاني الاجابه تنقسم الى قسمين، كتنقسم الناس اللي هما جايين فابور والناس اللي جايين بالفلوس. الناس اللي جايين بالفلوس شكل اخر، خلوهم بلاتي. الوغ الناس اللي هما جايين فابور، دونك جاي لا ريال لا جوج، الوغ الباترون جيتي لفرنسا وعندك كونترا سي دي اي، بعدا كونترا سي دي دي يما يغنسع، ما عندك ما دير اصاحبي. كونترا سي دي دي كونترا موسميه، ما بغاش يخدمك شنو غادير له اصاحبي؟ ما عندك ما دير لي كونترا موسميه، ما داخل موسميه جيتي صافي، شنو غادي دير؟ دير مشاكل راسك، يعني ما عندك ما دير، ما تسمعوش ليا شي جمعيه، ما تسمعوش ليا شي فهيمينه في فرنسا. دوك الناس اللي شويه سابقين هنا في فرنسا بزاف، قوه الفهامه اللي عطاهم الله كيخرجوا على عباد الله. اسمع الهضره ديال خوك، فهمتي؟ ما تسمعوش الفهيمينه. دونك ما عندك ما دير، لا حقا نمشي نديكلاري ولا انت موسمي وغديكلاري يا صاحبي، موسمي هادشي غديكلاري، ما بغاش يخدمك صافي، ما بقيت باغي يخدمك. ايوا شنو عليك تقلب وكي تي اف صافي صافي، ما بقاش باغيك سي بون، شنو خاصك ترجع؟ نديك من الاخر خاصك ترجع. الناس عندهم كونترا سي دي اي، تيجي عندك كونترا سي دي اي تا هو جاي فابور، انا ماشي صاحب الفلوس، انا جاي عندكم صاحب كونترا سي دي اي، كيقول انا جاي كونترا سي دي اي، يعني انا كونترا دائمه جاي قانوني، كونترا دائمه الباترون ما بقاش باغيني، شنو خصني ندير معاه؟ ليكن في علمك اخي العزيز انك حتى انت ما عندك ما يدير. علاش
قد لي كونطرا سي دي اي، انا كنجي كونطرا رسمي. في الكونطرا الرسميه ديالك عندكم شهرين ديال كتسمى بواحد الحاجه كتسمى بلا بيريود دي ساي، كتيسيي كنجربك وكتجربني انا باترون وانت المشغل، عندنا مده ديال شهرين. انت ما بغيتيش تخدم معايا تقدر تبدلني، يحق لك ديميسيوني في اي وقيته، يعني ما كاينش ديميسيوني بلا ما تاخذ ديك المده، انك تقول لي عافاك انا بغيت نديميسيوني خصني نبقى معاك واحد المده اللي هي شهر اكسيتيرا. لا تقدر ديميسيوني لا غديت ما تجيش، عندنا شهرين. وحتى انا كباترون عندي الحق هنا في فرنسا انني بديك شهرين نوقفك النهار اللي بغيت، ملي يفوت شهرين ما بقاش عندي الحق نوقفك، ما بقاش عندي الحق نوقفك ديك الساعه، انا غنولي بالقانون ومحامي اكسيتيرا. اما عاد جيتي قلتي بسم الله والباترون ما بغاش يخدمك، ما بغاش يخدمك يحق له، القانون كيحمي، ما تخليش مغفلين انهم يدوروا بك يقول لك سير لو حقا ندير البي ديكلاراسيون لو حقا غتاخذ او لا غادي دير، ما بغاش يعطيك فيش دو بي، ما عندك ما دير مالوغوزمون. ما تنساش انه جاب كونترا فابور، ما تنساش دونك عندك فيزا فيها عام، سير قلب على راسك، ما تسمعش الفهيميه، ما تخليش بنادم يخرج عليك، سير قلب على راسك بلاصه واحده اخرى، ما تقص براسك، ما تقلبش على المشاكل. المشكل بينا هو الا جيتي كونترا بالفلوس 15 مليون 14 مليون، كيف ما بغيتي تكون كونترا سي دي دي ولا كونترا سي دي اي، هنا كيكون المشكل، هنا كاينه كارثه عظمى. هنا كاينه كنجيب 15 مليون كنجي عند الباترون على 14 او 13 كنقول الباترون خصك تخدمني باش ناخذ فيش دو باي باش ندفع لا كارت سيجور، او لا صحاب سي دي اي خصو يخدمك نورمالمون، خصك تجمع شويه فليزات اكسيتيرا كيف ما كيبغيش يخدمك. شنو خصني في هذه الحاله هذه؟ تقدر انك دير بها ديكلاراسيون انه السيد تولى عليك وكتستحق انك دير بها ديكلاراسيون، وملي غدير بها ديكلاراسيون ماشي قضيه انك حقا باش يخدمك، لا ماشي بهذا الشيء زعما كاينه تقول سبحان الله صحابك البوليس غادي يقول لك تقول لهم ما بغاش يخدمني غادي يقول لك اجي نعاونوك، لا حقاش باع لك الكونترا، الكونترا في فرنسا ما كتباعش غير قانونيه، يعني هذا الشيء اللي كيدير هذا الباترون هذا غير قانوني. دونك هنا فين غادي يشدو فالقضية ديال انه باع لك الكونترا ماشي انه ما بغاش يخدم لك، فرقوا ليا فرقوا ليا، اما ما بغاش يخدمك شغلو هذاك، بما انك مازال عندكم في شهرين ديال البيريود دي ساي شغلو هذاك. وحتى انت قالك جيتي خدمتي مع الشهر الاول ما بغيتيش تخدم سير بحالاتك بلاصه واحده اخرى، قالك كيسمح لك او كيخون لي يعني نبدل الباترون فوقاش ما بغيت في الشهرين الاولى. اما الا فات شهرين باش نديميسيوني كاين بزاف ديال الاجراءات، كاين بزاف ديال المسائل خصني نديرهم قبل ما نديميسيوني، اما في الشهرين الاولى ندير ما بغيت حتى ندير ما بغا، عرفت فاهمنا؟ دونك الا كنت شاري كونطرا هنا نقدر نمشي معاه، علاش غنمشي مع البوليس باش انني نشوف كيفاش ندير رد فلوسي، اما حتى الوراق باي باي، يعني ما غاديش تقاد وريقاتك، ما غاديش هما يقادوك الوراق البوليس. دونك يعني خصك ديك الساعه تشوف كيفاش دير تقاد، يا اما تمشي تخدم بلاصه واحده اخرى، المهم غتكون هضره واحده اخرى، يعني خصك ضروري تلقى خدمه واحده اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم كونترا سي دي اي. اما حتى كونترا سي دي دي هادوك خليفتو مع الله، هادوك خصهم يتقاتلوا انهم يديروا ديكلاراسيون خليفتو مع الله، هادوك صعيب عليهم انهم يقادوا الورقه ديالهم. فقط غنقول لكم انكم تواصلوا معايا في الخاص، اذا كان عندكم هذا المشكل تواصلوا معايا في الخاص ونشوفوا لها الحلول ديالها، لان فيها بزاف ديال الهضره، بزاف ديال الحلول اللي ما باغيش نقولو في الفيديو، باش بزاف ديال الناس ما خصهمش يعرفوا شنو كاين تحت راسنا. الوغ وصلت لكم الميساج، الميساج ما كنت باغي نوصلو لكم هنا في الفيديو، كنحاول ديما نعطيه يعني في خاص، مي دابا بزاف ديال الناس كيسولوني، بزاف ديال الناس باترون باش يخدم لي اكسيتيرا، اللي هما فهمتو هاد النقطه هادي، هما ما بغيتش بنادم يجي يخرج عليكم، كنعرف الفهميه، كنعرف الناس في فرنسا كي ما كيبغيوش ليك الخير، كيجيو بديك الصوره انهم بغاو يساعدوك. رد البال عليكم. دونك ما تنساوش انكم تخرجوا ديجا ما فيها حتى شي بس الفيديو، شوفوا واحد اخرين ونضربوا موعد الفيديو الجاي، دمتم في رعايه الله.